التعليم منهار، لا في تعليم ولا منهج ولا طالب. الطالب دلوقتي بخش المدرسة مع مطوة، المدرس عاد بخاف من الطالب، ولي الأمر بخش يضرب المدرس، المدرس جعان مش لاقي أجره، مفيش، عايز يبطل دروس، مش وقت وسط عياله، ما يديش درس. المطلوب عدالة اجتماعية، ما يطلعش تلميذي الفاشل، مش الكويس كمان، تلميذي الفاشل، يا بص لقيت اتعين في البترول ياخد له 5-6 آلاف وانا اخد 500-600 جنيه. فين العدل؟ كان تلميذ من تلفات هم الناس، احنا ما نجيش وراهم، لازم نخلي عندنا كرامه، احنا جينا هنا نرجع كرامتنا وهيبتنا. احنا طبعا اذا لم يتم الاستجابه، وفي الغالب لن يتم الاستجابه، طب احنا هنعمل ايه؟ احنا هنعتصم. طيب الناس دي كلها هتعتصم؟ لا، في ناس جايه من محافظات ولها ارتباطات مش هتقدر تعتصم. لو اتنين مؤمنين بالقضيه اعتصموا معايا انا معتصم. لن تحدث نهضه في مصر اذا لم يحدث نهضه في التعليم. فاحنا مهتمين بالطالب وبالمنهج وبالمدرس وبالابنيه التعليميه، فاحنا مش جايين نطلب قرشين ولا نطلب حسنه من حد. احنا بنقول ان الميزانيه التعليم يجب ان تكون ميزانيه عالميه 12% وتوجه صح. تطهير الوزاره من القيادات الفاسدة، وتطهير المديريات من القيادات الفاسدة، وتطهير الإدارات من القيادات الفاسدة، والمدارس من مديري المدارس الفاسدين، هتحصل تغيير في المنظومة. إذا لم يحدث تغيير في المنظومة هنفضل محلك سر ومفيش تعليم في مصر، وهم عاوزين كده.